أهلا بكم مشاهدينا الكرام مع هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الأسبوعي آسيا، نطوف ونتجول حول القارة الآسيوية في دولها المتعددة بين الأخبار والتقارير المتنوعة، نعرض للأحداث السياسية والاقتصادية وأيضا الثقافية. هذا بالإضافة إلى حوارنا الرئيسي في الحلقة، يدور اليوم حول قضية بحر الصين الجنوبي. يكون معنا فيه أحد الخبراء في الشؤون الآسيوية، الأستاذ حسين إسماعيل، المدير التنفيذي لمجلة الصين اليوم في الشرق الأوسط. نلتقي بعد الفاصل. القارة الآسيوية حفلت بالعديد من الأخبار التي تتعلق سواء بالنزاعات أو بالعلاقات المهمة بين دولها، خاصة في هذه الأسابيع الأخيرة والأيام التي ثارت فيها بعض الحروب الكلامية أيضا بين أطراف هذه النزاعات. بنبدأ من إيران التي أعلنت رفضها للتفاوض من جديد بشأن الاتفاق الموقع مع الدول الكبرى حول البرنامج النووي الإيراني. قال عباس عرقجي نائب وزير الخارجية الإيراني إن طهران لن تتفاوض من جديد حول الاتفاق النووي حتى لو تعرضت لفرض عقوبات جديدة بعد أن تولى السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس المنتخب دونالد ترامب، وذلك بعد أيام. في تركيا لقي 37 شخصا على الأقل مصرعهم، بينهم 6 أطفال، في حادث تحطم طائرة شحن تركية فوق عدد من المساكن قرب مطار بيشكيك في قرغيزستان. وطلب الرئيس القرغيزي بإجراء تحقيق دقيق في حادث تحطم الطائرة البوينغ التركية قرب مطار مناس في ضواحي العاصمة القرغيزية وتقديم المساعدات لعائلات الضحايا. يعمل أكثر من 1000 عامل إنقاذ في موقع الحادث الكائن بمنطقة سكنية، حيث تم تدمير حوالي 15 منزلا حسبما أفادت وكالات الأنباء، فيما لم يتضح بعد أسباب وقوع هذا الحادث المأساوي. مرة أخرى تثور قضية تايوان وما أعلنته الولايات المتحدة الأمريكية بين الحين والآخر بشأن العلاقات مع تايوان ومع الصين. هذه الأيام أعلنت الصين مرة أخرى تمسكها بالصين الواحدة، مبدأ الصين الواحدة غير قابل للتفاوض حسبما أعلنت السلطات الصينية في بكين، وذلك ردا منها على الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الذي حذر سابقا من أن الولايات المتحدة ربما تغير موقفها حيال هذا المبدأ دون توضيح التفاصيل. المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قال إن مبدأ الصين الواحدة هو الأساس السياسي للعلاقات الصينية الأمريكية وهو غير قابل للتفاوض. بالطبع هو يشير بذلك إلى اعتبار تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية. في منتصف ديسمبر أيضا هدد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بالتوقف عن الاعتراف بمبدأ الصين الواحدة الذي حمل واشنطن على أن تقطع علاقاتها في عام 1979 بتايوان إذا لم تقدم ما وصفه بتنازلات من جانب بكين. في إندونيسيا الرئيس الإندونيسي ويدودو جدد مع رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي في لقائهما تأكيد الالتزام للتعاون في مجال الأمن بين البلدين وتعزيز علاقات الدفاع وسط خلاف بين البلدين وبين الصين حول مياه بحر الصين الجنوبي. قال أبي الذي يزور إندونيسيا في إطار جولة إقليمية في منطقة آسيا، يزور خلالها أيضا أستراليا والفلبين وتقوده إلى فيتنام، قال إن البلدين أدرجا التعاون البحري بينهما ضمن أولوية كبيرة. وأضاف في القصر الرئاسي أن اليابان ستشجع التعاون الفعال حول الأمن البحري وستشجع تطوير جزر إندونيسيا النائية. في الشهر الماضي كشفت كل من طوكيو وجاكرتا عن اتفاق يهدف لتعزيز قدرات إندونيسيا على الدفاع عن حدودها البحرية، وليس ثمة خلاف بين إندونيسيا والصين بشأن ملكية الحيد المرجاني أو الجزر الصغيرة في بحر الصين الجنوبي، إلا أن تأكيد بكين
أحقيتها في هذه الجزر يؤثر في المنطقة الاقتصادية الحصرية لإندونيسيا الذي يحق للدولة فيها التنقيب عن الموارد بالقرب من جزر ناتونا. الصين إندونيسيا أكدت أيضا أنها سوف تحمي سيادتها في وجه سفن الصين ودمرت عددا من قوارب الصيد الأجنبية بما فيها قوارب صينية حسبما ذكرت الأنباء. تعاون آخر في آسيا بين اليابان وأستراليا هذه المرة، حيث وقعت البلدان اتفاقا ثنائيا معدلا لتعزيز التعاون اللوجستي بين قوات البلدين الدفاعي، وذلك في أعقاب القمة التي جمعت بين رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي ونظيره الأسترالي في الأيام الأخيرة. بموجب الاتفاق سيصبح بوسع قوات الدفاع الذاتي اليابانية إمداد الجيش الأسترالي بالذخائر وتقديم الخدمات عبر الحدود بين البلدين والمعروفة باسم ACSA. وفي مؤتمر صحفي أكد كل من أبي ورئيس الوزراء الأسترالي أكد على أهمية التعاون الدفاعي بين البلدين والتعاون الثلاثي أيضا مع الولايات المتحدة الأمريكية وأهمية ذلك بالنسبة لمنطقة آسيا والمحيط الهادي. معنا أيضا بعض الأخبار الاقتصادية التي تشير إلى أن الصين سجلت انخفاضا بنسبة 2% في صادراتها على أساس سنوي في عام 2016، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 0.6% بالمقارنة مع عام 2015. أوضحت البيانات الرسمية انخفاض إجمالي الصادرات والواردات بنسبة 0.9% على أساس سنوي. واجهت الصين في العام الماضي حالة معقدة وقاتمة للتجارة الخارجية مع تزايد حالة عدم اليقين وعدم الاستقرار، لكن بفضل جهود الحكومة استقرت التجارة الخارجية وبدأ انتعاشها في النصف الثاني من عام 2016. هناك خبر آخر عن الاستثمارات المباشرة غير المالية للصين في القارة السمراء، قارة إفريقيا. هذه الاستثمارات سجلت زيادة على أساس سنوي بلغت 31% حسبما أعلن بالأمس. منذ نهاية قمة جوهانسبرغ في شهر ديسمبر من عام 2015 وحتى نهاية شهر يوليو الماضي، وقعت الصين مع الدول الإفريقية 245 اتفاقية تعاون في مختلف المجالات تتخطى قيمتها 50 مليار دولار أمريكي. سيشهد عام 2017 المزيد من التعاون حسبما تتوقع كل من الصين وأيضا شركاتها التجاريات الأفريقية. المزيد من هذا التعاون تسعى من خلاله الصين إلى تعزيز وتطوير المساعدات المقدمة لإفريقيا والمضي قدما نحو التنمية والنهضة. لدينا تقرير يسلط مزيدا من الأضواء حول هذا الموضوع. بعد انتهاء مدة عمله كأمين عام للأمم المتحدة، عاد بان كي مون أمين عام الأمم المتحدة السابق إلى وطنه كوريا الجنوبية من أجل خوض معركة تزداد احتداما حول من يخلف رئيسة البلاد التي خضعت للمساءلة مؤخرا. وقال بان كي مون لدى وصوله إلى المطار في العاصمة الكورية الجنوبية سول: لقد قلت بالفعل إنني مستعد لتقديم كل ما لدي لبلادي وعزمي على ذلك لا يزال ثابتا. وأضاف بان كي مون الذي لم يعلن ترشحه رسميا أنه سيتخذ قرارا بشأن مستقبله السياسي قريبا وأن القرار لن يكون بهدف تحقيق مكسب شخصي. وأشارت مصادر رسمية إلى أنه قبيل عودته إلى كوريا في الأسابيع الأخيرة تعرض بان كي مون لهجوم من منافسيه استغلالا للصورة المأخوذة عنه كبيروقراطي من الحرس القديم والنخبة التي لا يدرك معاناة الناخبين من الفساد وتباطؤ النمو الاقتصادي والبطالة بين الشباب ونفوذ اتحادات الشركات في البلاد. ولفتت المصادر إلى أن إدانة إحدى محاكم نيويورك لشقيق بان كي مون في قضية رشوة أجنبية تهدد بالإضرار أكثر بترشحه حتى رغم عدم وجود صلات له بالقضية،
وأوضح في تصريحاته أنه كرس حياته للعمل العام، مضيفا أنه لا يوجد ما يخجل منها. ونوهت الصحيفة إلى أن بان كي مون الذي انتهت الأعوام العشرة التي قضاها كأمين عام للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي يحظى بدعم نسبته 28% بحسب بيانات استطلاع الرأي من مركز أبحاث جلوب كوريا في أغسطس الماضي، لكن النسبة انخفضت ل 20% في ديسمبر. كان هذا تقريرا يسلط الضوء على رحلة الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون بعد أن انتهت فترته وما سيكمله من الدخول في دور سياسي في كوريا الجنوبية، وهناك من يقول إنه ربما يرشح نفسه للرئاسة في كوريا الجنوبية. جاء موعدنا الآن مشاهدينا الكرام مع حوارنا في حلقة اليوم. موضوعنا يثير الكثير من التساؤلات والنزاعات بين أطراف مختلفة في القارة الآسيوية، قضية بحر الصين الجنوبي، وسوف نناقشه بالتفصيل مع ضيفنا نرحب به في الاستوديو الأستاذ حسين إسماعيل الخبير في الشؤون الصينية والمدير التنفيذي لمكتب الصين اليوم في القاهرة. أهلا بحضرتك يا أستاذ. أهلا بك. بداية، هناك الكثير من الدول التي تتنازع هذا الموضوع مع الصين، بروناي وماليزيا الفلبين وفيتنام وتايوان، كلها تتنازع السيادة على المناطق في البحر. هناك الفلبين التي بادرت إلى شكوى طالبة للتحكيم في المحكمة الدائمة للتحكيم، ثم الولايات المتحدة الأمريكية التي دائما تدخل على الخط بين الدول الآسيوية وتتحدث عن تناشد كافة الأطراف عدم البناء في جزر سبراتلي. ولكن ربما يكون من المناسب أولا أن نتعرف على هذه المنطقة، ما قيمة هذه المنطقة ومن أين إلى أين يحدها البحر أو اليابسة؟ بحر الصين الجنوبي منطقة داخل المحيط الهادي، نعم، مساحتها تقريبا 3,500,000 كيلومتر مربع، تقريبا 3.5 مرات مساحة مصر، نعم، وهي مساحة تقريبا أقل قليلا من ثلث مساحة بر الصين الرئيسي اليابسة. ما يسمى ببحر الصين الجنوبي يمتد من سنغافورة جنوبا داخل المحيط الهادئ وصولا إلى تايوان، مضيق تايوان الذي يفصله عن بحر آخر داخل المحيط الهادئ أيضا اسمه بحر الصين الشرقي. وبحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي يشكلان معا ما يسمى ببحر الصين. هذه المنطقة تشير تقديرات كثيرة، أقصد منطقة بحر الصين الجنوبي، إلى وجود ثروات من البترول والغاز بالإضافة طبعا إلى المصايد. بعض الدراسات تقول أن بحر الصين الجنوبي فيه نحو 11 مليار برميل نفط وكميات مهولة من الغاز، ولكن ربما ليست مسألة الاستغلال الاقتصادي هي الجوهر الخلاف في منطقة بحر الصين الجنوبي. بحر الصين الجنوبي تشاطئه الدول التي تفضلت بذكرها، بالإضافة بالطبع إلى الصين، سواء بر الصين الرئيسي أو تايوان أو هونغ كونغ أو ماكاو، هذه كلها تمثل الأراضي الصينية. إذن ليست القيمة محدودة بالقيمة الاقتصادية أو الاحتياطات اللي هي يعني يشار إلى أنها موجودة، ولكن بالتأكيد هذه تضيف هل هناك قيمة استراتيجية كما قيمة استراتيجية بالطبع. أو أولا يعني تقريبا أكثر من 40% من تجارة العالم تمر بهذه المنطقة، وبالتالي بالنسبة لدولة مثل الصين هذا البحر مهم للغاية. القيمة الأول، الأهمية الاستراتيجية الأكبر بالنسبة للصين، الصين دولة
تتطور قدراتها الاقتصادية العسكرية السياسية. إذن المجال الاستراتيجي الصيني يتوسع، وتحتاج الصين إلى تأمين أمنها القومي من مسافات أبعد. الخلاف حول جزر نانشا أو سبراتلي كما هو معروف الاسم الغربي لها، ولكن نعم. اسمها نانشا بالصيني وفقا للكتب الجغرافية الصينية. الصين عندما تحدد أو تؤكد سيادتها على جزر نانشا، يعني أن الحدود الصينية أو ما يسمى بالامتداد القاري في الصين يبدأ من هذه الجزر. غير ذلك يعني أن الصين تعود أكثر من 180 ميلا بحريا إلى جزيرة هاينان لتبدأ تحديد رصيفها القاري من هذه النقطة. وبالتالي المسألة بالنسبة للصين ترتبط ارتباطا مباشرا بأمنها القومي. وبالنسبة للدول الأخرى التي أيضا تدعي السيادة على عدد من هذه الجزر، هذه الجزر لها أهمية اقتصادية بالنسبة لتلك الدول، وإن لم تكن بالأهمية الاستراتيجية التي تمثلها للصين. نعم. طيب، هو دائما يتحدثون عن قرب أو بعد هذه المناطق المتنازع عليها بالنسبة للدولة التي تطالب بالسيادة عليها، يعني رغم أن الفلبين ربما تكون بعيدة نسبيا والصين أقرب منها، لكن لماذا الفلبين هي التي بادرت بطلب التحكيم لدى المحكمة؟ في الحقيقة هذا الأمر يرتبط ليس فقط بالسياسات الإقليمية، وإنما يرتبط بالبنية النظام الدولي. نعم. الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2010 أكدت على تحويل مركز الثقل في استراتيجيتها إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ومن ثم بدأ التركيز الأمريكي على تعزيز العلاقات مع الحلفاء التقليديين في المنطقة وإقامة علاقات تحالف مع دول أخرى، على سبيل المثال فيتنام. نعم. العدو اللدود للولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت دولة، أو فيتنام أصبحت دولة حليفة للولايات المتحدة الأمريكية. الهدف هو إحاطة الصين بالعديد من المشاكل التي يمكن أن تشغلها عن مواصلة هذا التطور. الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2015 تم إقرار اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، هذه الاتفاقية التي هدد ترامب مؤخرا بالانسحاب منها، ولكن هذه الاتفاقية تعني بالأساس مواجهة الصين. الصين كانت قد طرحت في المقابل منطقة التجارة الحرة لآسيا والمحيط الهادئ، لم يتم إقرارها حتى الآن، ولكن هذا نوع من نقول السجال الاستراتيجي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. الصين أيضا إدراكا منها لأهمية هذه المنطقة دخلت في علاقات شراكة مع دول مختلفة في رابطة آسيان أو جنوب شرقية آسيا. دول هذه العلاقات، علاقات الشراكة، متنت الروابط الاقتصادية بين بكين وبين هذه الدول، مما يعني أن العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الصين وتلك الدول يوفر إطارا استراتيجيا يحمي المصالح الصينية في هذه المنطقة. نعم. بالتأكيد التطورات الأخيرة في الفترة الأخيرة، وكما تفضلت لجوء الفلبين إلى ما يسمى بالمحكمة الدولية للتحكيم، والتي أصدرت قرارا، لأن لا يسمى حكما، لأن هذه المحكمة لا تتبع الأمم المتحدة ولا تتبع، والصين لا تعترف بهذا، والصين لا تعترف بهذا الحكم، ولكن على أي حال هذا الحكم يعني كان فيه إدانة للصين. ولكن بعد ذلك الرئيس الفلبيني الجديد أعتقد أنه أدرك خطورة الانسياق وراء هذا
التوجه الأمريكي، وأرسل مبعوثين للتفاوض مع الصين، منهم رئيس الفلبين الأسبق للتفاوض مع الصين حول هذا الأمر، وفتح باب التفاوض، بل قام هو بنفسه بزيارة إلى بكين. وأعتقد أن هذه الزيارة سوت العديد من الاختلافات. طيب، لكن ربما تكون كما ذكرت حضرتك أن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت على الخط، فربما أيضا تجد تطورات بعد مجيء ترامب إلى السلطة بعد أيام. عموما نريد أن نتطرق بشيء من التفصيل، مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية وماذا إذا استمرت على ذلك، وما هو رد الفعل الصيني؟ لكن معنا تقرير وصلت مزيد من الأضواء حول هذا الموضوع، خاصة وأن نائب وزير الخارجية الصيني أعلن أن دخول حملة الطائرات الصينية لياو نينغ إلى مضيق تايوان أمر طبيعي في صميم إطار مناوراتها العسكرية، وما تردد بشأن المرور في بحر الصين الجنوبي، وهو ربما يكون المقصود منه التأكيد على سيادة الصين. نتابع التقرير ثم نعود مرة أخرى إلى ضيفنا في الاستوديو. جديد في قضية بحر الصين الجنوبي، جددت الصين تأكيد موقفها بشأن القضية والقضية النووية لكوريا الشمالية، ودعا المتحدث باسم الخارجية الصينية لوكانغ الولايات المتحدة الأمريكية وجميع الأطراف غير الإقليمية إلى احترام التطلعات والمصالح المشتركة لدول المنطقة. وقالت مصادر رسمية صينية إن موقف بكين بشأن قضية بحر الصين الجنوبي ثابت وواضح تماماً، منوهة بالتوافق الذي تم التوصل إليه منذ النصف الثاني من العام الماضي بين البلدين التي لديها نزاعات بحرية مع الصين، بشأن السعي لتسوية أي خلافات بينها سلمياً من خلال التشاور والتفاوض المباشر. وأظهرت صور التقطتها الأقمار الاصطناعية أن الصين تعمل على بناء منشآت عسكرية في المنطقة البحرية المتنازع على سيادتها، وتطالب بها أيضا الفلبين وفيتنام ودول أخرى. من جهة أخرى، صرح نائب وزير الخارجية الصيني بأن دخول حاملة الطائرات الصينية ليوانينغ إلى مضيق تايوان أمر طبيعي في صميم إطار مناوراتها العسكرية. وأضاف ليو زينيمين أن البحرية الصينية تقوم في هذا الوقت من العام بمناورات تهدف للتدريب، مشيرا إلى أن حاملة الطائرات قامت خلال المناورات بالمرور عبر المياه الدولية في بحر الصين الجنوبي ولم تدخل مياه تايوان الإقليمية. يشار إلى أن الصين قد كثفت من مناوراتها العسكرية قرب الجزيرة في الأسابيع الماضية على خلفية استيائها من الاتصال الهاتفي للتهنئة بين رئيس تايوان والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. أهلا بكم، ونجدد التحية لضيفنا في الاستوديو الأستاذ حسين إسماعيل، الخبير في الشؤون الأسيوية، نائب المدير التنفيذي لمجلة الصين اليوم في الشرق الأوسط. أستاذ حسين، إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية دائما تدخل للضغط على الصين، تارة بدعوى حقوق الإنسان وأخرى بالتدخل في النزاعات بين الصين واليابان أو الصين وجاراتها الأسيويات، يعني أحيانا، ما هي أوراق اللعبة التي في يد الولايات المتحدة الأمريكية، وما يمكن أن ترد به الصين في حالة استمرار هذا التدخل؟ بداية، ما يحدث بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية هذا أمر طبيعي للغاية. هناك قوة عظمى تأفل وقوة كبرى تصعد، فمن الطبيعي أن تحاول القوة العظمى القائمة مقاومة صعود القوة الكبرى التي تصعد، هذا أمر طبيعي للغاية. في الوقت الحالي وخلال 10 أو 20 سنة الأخيرة، العلاقات الصينية الأمريكية هي أكثر العلاقات تشابكاً وتعقداً في العالم، وهي أكثر العلاقات أهمية في العالم في الحقيقة. العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين تفرض على الجانبين احترام قواعد اللعبة. أي خلل في هذه العلاقات يؤثر تأثيرا مباشرا على المواطن العادي في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الصين. الولايات المتحدة الأمريكية أكبر شريك تجاري للصين، أو ثاني أكبر شريك تجاري. الصين
ثاني أو أول أو أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة الأمريكية خلال عدد كبير من السنوات. حجم التبادل التجاري بين البلدين مهول، حجم الاستثمارات من كلا البلدين مهول، وبالتالي قواعد اللعبة أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول فرض ضغوط على الصين من خلال قضايا كما تفضلت، حقوق الإنسان أو إثارة النزاعات بين الصين والدول المجاورة أو اللعب على قضية تايوان. الصين ترد بإجراءات اقتصادية تؤثر على المواطن الأمريكي العادي وبخاصة فيما يتعلق بالاستثمارات. المصنعون ورجال الصناعة ورجال الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية يضغطون على إدارتهم لاتخاذ مواقف أكثر اعتدالا. أعتقد أن التطورات الأخيرة برغم أن البعض يراها أنها قد ليست في مصلحة الصين، مثلا الاتصال الذي تلقاه الرئيس المنتخب ترامب من رئيس تايوان، ولكن على الجانب الآخر ترامب أعلن نيته الانسحاب من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، وهذا يعني إفساح المجال للصين لتتمدد في هذه المنطقة. أعتقد أن هذا تطور يراقبه الصينيون باهتمام بالغ. الرئيس الصيني اليوم موجود في دافوس. طيب، هذه النقطة جديرة الحقيقة بالملاحظة، ومعنا يعني قبل أن نستكملها مع حضرتك، معنا للتعليق عليها من نورث كارولينا في الولايات المتحدة الأمريكية المحلل السياسي الأستاذ ماك شرقاوي. أهلا بك. أهلا بك وأهلا بضيفك الكريم أستاذ ماك. يعني لعلك استمعت إلى طرف الحديث من ضيفنا الكريم الخبير في الشؤون الآسيوية الأستاذ حسين إسماعيل. الولايات المتحدة الأمريكية ربما يتوقع أن تختلف مواقفها كثيراً بعد 20 يناير، بعد مجيء ترامب. هل تتوقع أن يختلف هذا الموقف أيضا بالنسبة للصين، سواء ما يتعلق سياسيا بقضايا تايوان والتدخل فيها أو بالقضايا الاقتصادية؟ أعتقد أن الصين النزاع الرئيسي بينها والولايات المتحدة الأمريكية مش الجزر المتنازع عليها، هي الجزر التي بدأت الصين في صناعتها، وهي جزر من صناعة الإنسان. ما في شك أن الصين بتستخدم تكنولوجيا متقدمة جدا، سفن بتدخل وفي تيوبس في أنابيب كبيرة بتضخ الرمال لتخلق أرض داخل البحر السجن الجنوبي عشان تخلق جزر جديدة. والجزيرة الجديدة اللي خلقوها عملوا فيها قوات عسكرية وتحصينات عسكرية و مضادات للطائرات ومضادات للصواريخ وأيضا ممرات للطائرات وحناجر لاستقبال الطائرات الحربية. فالصين النهاردة بتخلق وضع على الأرض، وده يؤرق تماما الولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا أعتقد أنه بدعة جديدة أن البحر مد البحر، أن هناك المياه تنحسر فتوجد أرض جديدة، هو من فعل الطبيعة. ولكن إذا كانت الصين تفعل ذلك بطرق تكنولوجية حديثة، فأعتقد أن من حق الولايات المتحدة الأمريكية أن تتدخل في هذا الأمر، وأن الإدارة الأمريكية صريحة جدا في هذا الأمر أنه لن تسمح باستمرار صناعة الجدر، ولن تسمح بدخول القوات الصينية لهذه الجدر وأن يكون لها حق التواجد فيها والخروج والدخول. ده مطلب أعتقد من الجانب الأمريكي مطلب شرعي، لأن الصين بذلك خرقت أمور كثيرة في العلاقات الدولية وفي الصفقات الدولية، وتحاول تغيير الوضع على الأرض، تغيير جغرافية المكان. طيب، ده من ناحية. تفضل حضرتك. يعني إذا تطور الأمر، هل يمكن أن يتطور الأمر بعد ذلك، خاصة مع الموقف الأكثر تشددا من دونالد ترامب بعد أيام تجاه الصين، و يتطور إلى نزاع ربما يؤثر على العلاقات الاقتصادية والتجارية؟ أعتقد أن الإدارة الأمريكية الحالية، الرئيس القائم باراك أوباما، على مدار 8 سنوات هناك سياسة موحدة اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية من السبعينات، يعني من حوالي 4 عقود، وهي وان تشاينا، الصين الواحدة. ولم تتصرف الولايات المتحدة الأمريكية في وضع تايوان من ناحية سياسية أو من ناحية انفصالها عن الصين، أو من هذا المنطلق أن الصين هي صين واحدة وليس هناك
اتصال دبلوماسي او تنسيب دبلوماسي او اعتراف من الولايات المتحده الامريكيه بتايوان. نجد ان في ظل وجود الرئيس الحالي باراك اوباما، الرئيس المنتخب دونالد ترامب اتخذ اجراءات الشارع الامريكي نظر اليها بالغرابه. هناك اتصال ما بين رئيس تايوان وبين دونالد ترامب. دونالد ترامب ادعى ان هذا الاتصال من تايوان اليه، ولكن ثبت ان هناك مبعوث من دونالد ترامب من حملته الى تايوان لتمهيد هذه المكالمه. وتطرق دونالد ترامب ان المكالمه كانت مجرد التهنئه، وانه عدم استقبال المكالمه يعتبر نوع من يعني يكون نوع من الوقاحه الا يتقبل المكالمه بتهنئته بفوزه في السباق الرئاسي. ولكن نجد ان تايوان اعلنت في سبتمبر الماضي ان هناك افراد ادعوا انهم يتبعون الى ترامب اورجانيزيشن، وطلبوا التطرق الى عقارات داخل تايوان لاقامه فندق من الفنادق الكبيره في تايوان. فهناك امور كثيره تتضارب المصالح فيه. الرئيس الامريكي عندما سمع تصريح دونالد ترامب للصحافه ان اتصاله بتايوان كان مجرد التهنئه، ولكن هو يقول ان الصين الواحده هو امر يجوز النقاش فيه الان، ولا بد ان نتطرق الى امور اخرى عالقه بين الولايات المتحده الامريكيه وبين الصين، ومنها الاتفاقات التجاريه، ومنها ان الصين تفرض ضرائب جمركيه على البضائع الامريكيه والامريكان لا يفرضوا ضرائب على البضائع الصينيه، وايضا موضوع الجزر وموضوع صناعه الجزر الموجود في المنطقه. البيت الابيض خرج واعلن ان لا يجوز للولايات المتحده الامريكيه أن تتخذ من موضوع تايوان أن يكون هناك ضغط على الصين في تعديل أمور أخرى. الرئيس الجديد لا أحد يعلم إطلاقا ما يدور في عقله وما يدور في ذهنه وما سوف يتخذه من إجراءات حال حلفه اليمين الدستورية في يوم 20 يناير. ولكننا ننتظر أن يعني 20 يناير أن غدا ننتظره قريب، ولكن أعتقد أن الأمور سوف تتفاقم، خاصة وأن حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة ومنها اليابان. اليابان النهاردة بتطلب في أندونيسيا، النهاردة رئيس الوزراء الياباني بيطلب حل سلمي للأزمة. الصين بتصعد الموضوع، أرسلت حاملة قنابل طائرة عملاقة وجابت المنطقة الجدر المتنازع عليها وجابت المياه الإقليمية لليابان، مما سبب الكثير. وإن كانت هذه الخطوة من جانب الصين ليست الأولى من نوعها أستاذ ماك، لكن على أي حال يعني الآن في ظل كل ذلك، هل للولايات المتحدة الأمريكية أوراق يمكن أن تلعب بها، خاصة فيما يتعلق بتايوان وقضية بحر الصين الجنوبي، وفي ظل المعارضة حتى الأمريكية في داخل الولايات المتحدة الأمريكية من هذا الموقف، وعدم إعلان ترامب نفسه أنه ربما يعترف بتايوان أو يعدل عن موقف أمريكا بشأن الصين الواحد؟ أعتقد أن الصين ترى في المستقبل القريب أمريكا أضعف مما كانت عليه في إدارة أوباما. وأعتقد أنها بتتخذ هذه الإجراءات لتجد دور في المنطقة من الناحية العسكرية ومن ناحية فرض السيطرة وفرض النفوذ. وأعتقد أن الاتفاق الصيني الروسي في الأسبوع الماضي وبعض التوافقات على أجهزة دفاع للرد على النظام الأمريكي للصواريخ سيخويا، أعتقد أن وجود روسيا النهاردة مع الصين في تحالف، ودعنا نتذكر عندما تقدمت أمريكا في مجلس الأمن بطلب الهدنة في الحرب الموجودة على الأرض في سوريا في حلب، وتوافق الصين وروسيا وفنزويلا لرفض هذا القرار واتخذت الصين فيتو عليه. نجد أن الصين وروسيا النهاردة بعد مكالمة تايوان أصبح هناك من التقارب، وأيضا أصبح هناك من التقارب على المستوى العسكري أيضا، مما يثير
الكثير من المخاوف لدى الأمريكان. طيب أستاذ ماك نعم على شفا عمل عسكري تفضل. هل تتوقع أن يعني أنا هعود إليك مرة أخرى، أرجو أن تبقى معنا عبر سكايب أستاذ ماك شرقاوي، لكن أستاذ حسين إسماعيل حول هذه النقطة، يعني هل هو أشار إلى العمل العسكري؟ دي نقطة. النقطة الأخرى، ماذا في يد الصين إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية زي ما قال أستاذ ماك، إذا كنت أتفق معه أنه هذا العمل ردم المياه وإنشاء جزر صناعية هذا مخالف كما يقول؟ يعني هو أولا المنطق الصيني هو أن ما الذي يجعل الولايات المتحدة الأمريكية هي الحكم الفصل في هذه المنطقة؟ هل يجوز للصين أن تذهب إلى كوبا وتقيم قاعدة عسكرية أو تقيم أي أو تقوم بترسل فرقاطات أو ترسل طائرات للأجواء هناك؟ الاتحاد السوفيتي السابق عندما يعني فكر في إقامة قاعدة عسكرية أعتقد في عام 1962 في كوبا وأزمة خليج الخنازير المعروفة، وبالتالي الرؤية الصينية هي أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تفرض نفسها في منطقة هي أقرب إلى الصين، هي الفناء الخلفي للصين في الحقيقة. وأنا أختلف مع الأستاذ مالك في نقطة أن الصين تصعد عسكريا. أعتقد أن الصين منهجها في حل النزاعات مع الدول المجاورة هو منهج سلمي للغاية. الصين تناشد دائما بإقامة حوار ونقاش حول القضايا الخلافية والبناء على نقاط الاتفاق وترك نقاط الاختلاف جانبا إلى أن يأتي وقت لحلها. الحقيقة وهذه حقائق ليست أراء، أن الصين لم تكن هي المبادرة بانتهاك اتفاق عام 2002 ما يسمى بمدونة سلوك التي وقعتها الصين مع دول آسيان بخصوص بحر الصين الجنوبي، والتي تقضي بأنه لا يجوز لأي دولة أن تقدم على أي خطوة أو أي عمل منفرد في هذه المنطقة. فيتنام قامت بالسيطرة على عدد من الجزر وقامت باستخراج النفط منها، ماليزيا أعلنت رسميا ضم عدد من الجزر، الفلبين فعلت ذلك، وبالتالي أعتقد أن صانع القرار الصيني كان عليها أن يتخذ خطوة عملية لتأكيد ما ترى الصين أنها جزر تابعة لسيادة. حضرتك ترى أن هذا له ما يبرره من جانب الصين؟ أعتقد أنه ما يبرره هو أن الصين الأطراف الأخرى أخذت خطوات فعلية على أرض الواقع. الصين من جانبها أخذت هذه الخطوة، أنشأت منارة لإرشاد السفن، أنشأت بعض المنشآت المدنية في هذه المنطقة. التقارير الغربية تقول أنها منشآت عسكرية، ولكن الصين تؤكد أنها منشآت مدنية، وأنا شخصيا لا أميل إلى تصديق التقارير الغربية فيما يتعلق بالصين. الصين إذا كانت قد أنشأت منشآت عسكرية أعتقد أنها ستعلن. بخصوص حاملة الطائرات الصينية في مضيق تايوان، يعني أعتقد أن الرؤية تنبني على الأساس الذي تنطلق منه، هذا اسمه مضيق تايوان، وهو مضيق يفصل بين بر الصين الرئيسي وتايوان التي تعتبرها الصين مقاطعة صينية. وبالتالي برؤية صينية هذه مياه صينية خالصة، يعني المنطق هنا منطق من أين تنطلق للتحليل؟ هذه تايوان، الصين تقول إن تايوان جزء من الصين، جزء من الصين، والولايات المتحدة الأمريكية السياسة المعلنة حتى الآن أن هناك دولة واحدة للصين اسمها جمهورية الصين الشعبية. صحيح. ومن ثم هذه المياه هي مياه صينية. طيب ما رأيك في هذا الدفع أستاذ ماك؟ طبعا أنا بأشكر ضيفك الكريم في الدفاع عن الصين بهذا الشكل الجميل، وإن كنت أود أن أكون في يعني في ذلك المعترك لكي أدافع عن الولايات المتحدة الأمريكية، أدافع، ولكن دعنا نرى صور الأقمار الصناعية. أظن أن الصورة أفضل من ألف كلمة. صور الأقمار الصناعية أثبتت أن هناك مدرجات لطائرات حربية، هناجر طائرات حربية، مضادات للطائرات وبطاريات صواريخ لمضادات للطائرات. هذا الموقف الأمريكي، لكن أستاذ حسين يقول إنه يعني لم يسبق. أنا لا في الحقيقة أنا لم يعني في الحقيقة أنا لم أنفي أو أنا لا أدافع عن الصين أو أؤيد الصين. الفكرة أنا لا أنفي أن هناك، ولكن أقول أن الصين لم تعلن ذلك.
النقطة الجوهرية في الأمر هو أن الرؤية الصينية ترى أن من حقها أن تفعل ذلك، هو بمعنى أنه سواء منشآت عسكرية أو مدنية، الصين ترى أن من حقها، لأن هذه الجزر هذه الرؤية الصينية، الصين تقول أن هذه الجزر خاضعة لسيادتها. والصين، وهذا ربما لا يعلن رسميا هذا الكلام، ولكن قراءة ما يكتبه المحللون الصينيون هو ما الذي يجعل الولايات المتحدة، ما الذي يعطي الولايات المتحدة الأمريكية، من أعطى الولايات المتحدة الأمريكية تفويضا لكي تحدد ما ينبغي للصين أن تفعله أو لا تفعله. هذا هو المنطق الذي أتحدث عنه. هل لأنها ترى أن هذه المياه دولية و هذا ربما يعرقل حرية الملاحة أو أمن الملاحة أو ما إلى ذلك؟ الصين لم تعلن يوما أنها تفرض أي قيود على الملاحة في المنطقة بالمناسبة. وبالتالي وبنفس المنطق، إذا كانت هذه المنطقة منطقة حرة للملاحة الدولية، فما الذي يمنع الصين أن تمرر فيها بوارجها أو سفنها العسكرية إذا كانت الفرقاطات الأمريكية والسفن الأمريكية؟ يرى أن ذلك ربما يكون تهديدا أيضا للبوارج والقطع العسكرية الأمريكية إذا شاءت أن تمر بهذه القطع بهذه المنطقة، ليس كذلك أستاذ ماك؟ أعتقد أن عسكرة الصراع بدأ من الصين وليس من الداخل الأمريكي. نحن في مجتمع دولي وليس دولة واحدة الولايات المتحدة الأمريكية، وإن كانت الولايات المتحدة الأمريكية من لها من القوة والقوة الاقتصادية والقوة العسكرية والخبرة الدولية، أعتقد أن من حقها أن تدافع عن الأمور الدولية في ظل القانون الدولي. لو تم انفصال تايوان عن الصين أصبح مضيق تايوان مضيق دولي، ولابد لهم المعاهدة الدولية وأن تكون المعاهدة الدولية تحكم هذا المضيق. النهاردة الصين بتسيطر على هذا المضيق وده من حقها، ولكن الزعر الصيني من انفصال تايوان ينبع من الخوف من تدويل مضيق تايوان وتفقد السيطرة على هذه المياه. أنا أتفق تماما مع حضرتك في هذه الرؤية. الصين تعلن أنها منشآت مدنية وأنها لم ترسم أي منشآت عسكرية. ودعنا نتفق أن الأقمار الصناعية اليوم تستطيع أن تصور حجم واحد بوصة واحد بوصة على الأرض بدقة عالية جدا. تستطيع أن ترى أرقام سيارة تسير على الأرض من الأقمار الصناعية. فأعتقد أن النهاردة أن احنا نقول لا ده مش منشآت عسكرية وأن الصين لا تعسكر هذا الصراع، أعتقد أنه ضرب من يعني التضليل، وإن كان في تضليل كلمة تقيلة شوية، ممكن نقول التحلل من الاتهام بعسكرة الصراع. والصراع مش بس النهاردة ما بين الصين وما بين الولايات المتحدة الأمريكية، الصراع ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها اليابان، فيتنام، ماليزيا، كل دول بيتضرروا من هذه الإجراءات التي تقوم بها الصين في المنطقة. النهاردة الخوف مش من حرب معلنة وبداية حرب من جانب أمريكا أو بداية حرب من جانب الصين. الخوف من حرب تحدث بالصدفة، أن يكون هناك مشاحنات ما بين ويكون فيها أطراف أخرى موجودة أو دول أخرى موجودة في المنطقة. وضحت الفكرة تماما من موقف الولايات المتحدة الأمريكية. الأستاذ ماك شرقاوي المحلل السياسي من نورث كارولينا بالولايات المتحدة، شكرا جزيلا لك. أعود إلى ضيفي في الاستوديو الأستاذ حسين إسماعيل. مرة أخرى، هل في يد الصين أوراق يمكن أن تلعب بها في حالة تشديد الضغط من جانب أمريكا وحلفائها عليها؟ هذا يرتبط بشكل الضغط الذي ستحاول الولايات المتحدة الأمريكية فرضها على الصين. ولكن بمنطق، بأي منطق، لا يمكن لأي إدارة أمريكية أيا كان جنوحها أن تلجأ إلى إجراءات سترد الصين عليها مباشرة. علينا أن نعلم أن الصين من أكبر الدول المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية. ومعنى أن تقرر الصين ذات 1,400,000,000 فرض رسوم جمركية أو منع دخول أنواع معينة من الصادرات الأمريكية إليها، هذا يعني ملايين من العاملين الأمريكيين سوف يتعطلون. وبالتالي والعكس صحيح أيضا. والعكس صحيح.
وكلا الطرفين يدرك هذه اللعبة. وبالتالي المسألة ستكون في إطار الشد والجذب. لن يتطور الأمر في تقديري إلى مواجهات مفتوحة. لأن مثل هذه السياسات في بداية حكم جورج بوش الابن الذي قال صراحة أن الصين ليست شريكا وإنما عدوا انتهت هذه الفترة ولم يتغير كثيرا. أنا فقط أريد أن يعني أنوه لما قاله الأستاذ شرقاوي، أعتقد أنه يتحدث بمنطق القوة المهيمنة. وهذا المنطق ترفضه الصين كما يرفضه آخرون. يعني منطق القوة المهيمنة التي يحق لها أن تقرر ما ينبغي للآخرين أو للدول الأخرى أن تفعل. أعتقد أننا في اتجاه إلى عالم مختلف خلال السنوات القادمة، عالم شرطي العالم انتهى. أعتقد هكذا. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ حسين إسماعيل، الخبير في الشؤون الآسيوية، المدير التنفيذي لمجلة الصين اليوم في الشرق الأوسط. شكرا جزيلا لك. شكرا للمشاهدة. فصل قصير ونتابع بعض الأخبار الطريفة نختم بها حلقتنا من برنامج آسيا. أهلا بكم من جديد. بعض الأخبار الطريفة لدينا من كوريا الجنوبية. يستمتع المواطنون هناك وكذلك السائحون بالمشاركة في مهرجان صيد الأسماك في نهر خواتيون، حيث تستقبل البلاد نحو مئات الآلاف للانضمام إلى هذا النشاط المثير، حيث تتجمع عدد كبير من الزائرين حول المياه المتجمدة للاستمتاع ومشاهدة الصيد. نتابع هذه الصور التي وصلتنا من هناك، وبوسع الزائرين صيد سمك السلمون الذي يعيش فقط في المياه ذات درجة الحرارة الأقل من 20 درجة مئوية، غير أنهم ربما يتبعون أساليب جديدة في جذب الأسماك إليهم، حيث يغوصون في المياه المتجمدة ويقومون بالتقاطه بأيديهم. هذا التقرير من مدينة شانغهاي الصينية. تستضيف هذه المدينة الجميلة مهرجان الإضاءة الذي يستمر شهرا كاملا، وذلك بمناسبة الاحتفال بالسنة القمرية الجديدة في الصين لاحقا هذا الشهر. المهرجان يعرض المئات من القناديل اليدوية والعشرات من التصاميم التي استلهمها الفنانون من القصص الشعبية الصينية. هذا المهرجان يقام دائما في كل عام احتفالا بهذا ببداية السنة. نتابع هذا التقرير من شانغهاي. تستضيف مدينة شانغهاي الصينية مهرجان الإضاءة والذي يستمر شهرا كاملا، وذلك بمناسبة الاحتفال بالسنة القمرية الجديدة. ويقام هذا الحدث السنوي الضخم في حديقة تويوان القديمة، والذي يستعرض المئات من القناديل اليدوية والعشرات من التصاميم التي استلهمها الفنانون من القصص الشعبية الصينية. ويتيح الحدث للمشترين المهنيين والعاملين في الصناعة من الداخل من جميع أنحاء العالم لحضور العرض في النهار والاستمتاع بعرض إضاءة رائع في الليل. ومن أبرز المعروضات فانوس ضخم على شكل ديك يصل طوله إلى 9 مترات ويزن طنا واحدا، ويحمل ديك 2017 ريشة ملونة، وذلك ليمثل عام 2017. ويضم المعرض لأول مرة مصابيح ليد ومصادر طاقة جديدة، والتي من المتوقع أن توفر طاقة بنسبة 30%. ويركز المعرض على مساعدة المزيد من المصدرين الصينيين على التوسع في الخارج، مع مساعدة الشركات الصينية على زيادة مبيعاتها في أسواقها المحلية. ويقام معرض مشابه بجنوب غرب الصين مطفياً الجو الاحتفالي على المكان. بهذا التقرير من شانغهاي تنتهي حلقتنا في برنامج آسيا لهذا الأسبوع. نلتقي في الأسبوع القادم مع موضوعات أخرى.